حابين نتكلم عن التطوع، احنا منسوبين المكتب الضمان الاجتماعي، بادرنا بالتطوع لتهيئة المكان ومعانا المتطوعين عن طريق منصة التطوع، وكانت المبادرة عن طريق اطلقت عن طريق جمعية الملاحة، ويتنوع فيها الأعمار المتطوعين من صغار في السن، هي بداية من 18 سنة، لكن في استحاب بعض الأسر لأبنائهم للمشاركة في تجهيز المكان لتفاعلهم مع المجتمع ليبنوا لبنة العطاء من الصغر. وكان التطوع عبارة عن تجهيز المكان الأركان وإضاءة المكان وتهيئته لفعالية حرفيون، وتم التجهيز خلال وكنا تجهيز من 3 ساعات إلى 4 ساعات بداية من أسبوع، تقريبا من أسبوع، وتم إنجاز له 60% من المكان، وجاهز إن شاء الله بنكون جاهز إن شاء الله في استقبالكم في 4 رمضان. مدير المكتب الضمان سابقا، احنا عموما ما زال مشاعرنا موجودة، والمهرجان هذا يعتبر ولد من أولادنا، أنجبناه وربيناه، صعب علينا أن نتباعد عنه، وبدينا واستمرينا كمتطوعين امتداد للسابق، كلهم ديل عيالنا يحتاجوا للتحفيز، يعني احنا متطوعين في التحفيز، محتاجين للتحفيز، محتاجين للاستمرار الماضي، محتاجين إلى الروح، ولهذا احنا استمراريتنا باسم كمتطوع استمرينا من السابق إلى الحالي، انتقلنا من الإدارة إلى التطوع، وكلاهما تقريبا متكاملين سواء إدارة أو تنفيذ أو تطوع، كلنا إلى هدف واحد سامي، هو القطيف، هو حرفيون، هو الكيان الجميل اللي احنا عايشين فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.